مرحبا، اليوم رح نعمل بسكوت مالح مع الكراميل والشوكولا والمكسرات. هون عندي عم بعمل الكراميل، حطيت كاسة سكر، نقطتين مي، ولما شفت السكر داب معي حطيت عليه ربع كاسة كريمة سخنة وباكيت زبدة، ودهنته فوق البسكوت المالح ورشيت عليه شوكولا اختياركم، وحطيتهم بالفرن تقريبا دقيقة دقيقتين لحتى بس دابت الشوكولا معي، ودهنتهم فوق الكراميل ورشيت عليهم جوز أو بيكان مثل ما أنا عملت، وحطيته بالفريزر بين الساعة والساعتين لحتى تماسك مع بعض، وبعدين كسرته بإيدي وقدمته بالصحن. طبق كتير طيب، ياريت تجربوه للمرة الجاية. باي.